كده احنا امامنا شارع صفي زغلول طوالي كده، طبعا بتقطع معايا يمين شارع سعد زغلول، شارع الرملة، صفي زغلول المسلة، ده شارع محمد سعيد ابو سعيد باشا، اول غرفة تجارية حاليا. طبعا ده شارع غرفة تجارية امتداد لشارع التطبيق او شارع محمد الكريم، وصلت للسيالة او في وش حلقة السمك. تمام، البحر كان فين؟ البحر كان مكان الاسانسير اللي في جوه داخل الفندق متروبول. نعم نعم تاكس؟ لا شكرا. نعم مبنى الغرفة التجارية الأثري أمامنا. أمامنا في إيه بقى؟ في هنا سينما ريكس في المنشية، وسينما الكونكورد، وأبو غريب، والقهوة التجارية، وجامع السنجور، وشارع البوسطة، وشارع البورصة. كده إحنا أمامنا لازاريتا، مسجد القائد إبراهيم، وعماير محطة رمل الأثرية، الترماي، ترماي النصر فيكتوريا، ترماي الأزرق الياباني، ترماي النصر 1 و2، 1 سيدي جابر الشيخ، 2 سيدي جابر المحطة. أمامنا سلم الجمعية، أمامنا طبعا الحرمين، ده كان السجلابي، سلمى ستراند، طبعا كان هنا في مطعم اسمه على كيفك، هو حاليا دجاج كنتاكي، وماكدونالدز ده عينه ايضا كان موجود برضه في شارع كلية الطب اللي هو حاليا الفشاوي. وامامنا طبعا اديب بتاع الفول وفلافل، والاخلاص اللي هو حاليا اصبح فيروز، ونادي السواحل، وقهوة البلياردو، جوجو، وميدان محطة الرمل، على اليمين سعد زغلول، امامنا صفية زغلول، شارع الرملة او شارع سعد زغلول، وهو فاضي يوم الجمعة 29 مارس 19 رمضان. كل سنة طيبين. من اهم واشهر شوارع اسكندرية شارع الرملة اللي امامكم، او الرمل شارع سعد زغلول، واجمل واشيك وافخم شوارع اسكندرية شارع سعد زغلول او شارع الرملة. وكده شارع المصريين صفية زغلول او شارع المسلة. ليه سموه شارع المسلة؟ لان المسلة كانت هنا مكان الاسانسير هنا في فندق متروبول، والمنطقة اسمها منطقة المسلة ونقطة المسلة اللي على الشمال، عشان كده سموه شارع المسلة، وبعد كده سموه صفية زغلول. وليه سموه الشارع ده سعد زغلول؟ سعد زغلول باشا لما نجا من حوض الاغتيال، فتقريبا له والاسمه سموا الشارع سعد زغلول. لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو، لايك لو سمحتم، ولو لسه ما اشتركتوش شرفنا اشتركوا معانا في القناة. امامنا سينما فريال، وفي سينما راديو، وامامنا القائد ابراهيم، مسجد القائد ابراهيم، ومستشفى كل الميري وكلية الطب. الجمعة 29 مارس صباحا والدنيا فاضية. الجمعة مباركة عليكم جميعا. شارع شاكور، محمد احمد، طبعا امامنا محمد احمد فلو وفلافل، اللي هو كان مطعم بنيامين، والسينمات القديمه سينما ماجستيك. كده امامنا شارع اسطنبول، على الشمال شارع السلطان حسين، وعلى اليمين اسطنبول. سعد زغلول خالي، يكاد يكون خالي. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله جميعا. امامنا على الشمال شارع نبي دانيال، وشارع كنيسة القبط، وكنيسة الدبانة، وصوفيا نوبلو، أديب إسحاق، المدن البرازيلي على اليمين. كل سنة وأنتم طيبين. اصبر وين صورت العمارة دي؟
فوق قبل كده. بص بص فوق. اشمعنى؟ مكتوب اوري يعني عبد المصطفى. اوري حاجه حاجه. كده احنا على يمين الصورة شارع الشهداء، طبعا طايع، كان هنا في برستيج زمان، صوفيا نابلو، اديب اسحاق، كنيسة الدبانة، بار الشيخ علي او الكبدور. بص يا جماعة التمثال اللي منحوت داخل العمارة دي، سبحان الله. طبعا ده شارع الفلكي، محمود باشا الفلكي، شارع كنيسة القبط يوصلك لشارع النبي دانيال وشارع اسطنبول ومحطة مصر. ده شارع الشهداء، ولا كده ده شارع الشهداء بقى ايه؟ وينسور، فندق وينسور البحر، ميناء الشرقي، بيتقطع ايضا مع شارع الغرفة التجارية او شارع محمد سعيد. على الشمال مسجد الميناء الشرقي، وعلى اليمين مبنى الغرفة التجارية، شارع الشهداء. بودرو وعويضة الشارع ده بالليل، اتحداكم لو تمشوا فيه يا جماعه، بس سبحان الله عشان النهارده الجمعه الدنيا غير خالص. يعني كده احنا امامنا ايه بقى؟ امامنا المنشيه، هتقطع مع شارع سعد زغلول، هي بقى شارع البوسطه القديمه والبورصه القديمه. البوسطه القديمه اللي هي حاليا جامع السنجور، اللي هي البوسطه الخدويه اتضربت في الحرب، والبورصه القديمه اللي هي البورصه اللي هي حاليا جراج، اللي كانت هيئه التحرير اللي اتحرقت في ثوره الخبز. بورصه والبوسطه، وامامنا طبعا السنترال، سنترال المنشية اهو، بودرو وعويضة. يمين بقى تدخل على سينما كوزمو، وشمال على شارع شريف او شارع صلاح سيد. بودرو الاساس في شارع فؤاد او الشارع الكنوبي. خلاص وصلنا لصوفيا نابلو، من مطاحن البن الشهيره جدا والاثريه والقديمه في اسكندريه. تدخل بقى شمال، ده شارع اديب اسحاق للكاب دور، ويمين شارع جنرال، شارع سينما كوزمو وفندق شارلي مارستي على اليمين ايضا. ده شارع جنرال او محمود فهمي، وده مسجد الميناء الشرقي، والصفوة ده سنتر، ده كان سينما كوزمو. ده كده شارع اديب اسحاق، مطعم مطحن صوفيا نابلو، وكوب دور، شارع شريف، شارع صلاح سالم، والبورصة، مبنى البورصة القديم. كده احنا طالعين اتجاه المنشية في نهاية جولتنا. طبعا احمد اسكندراني كان مكانه هنا، تقاطع شارع سعد زغلول مع البورصة القديمة، السوق الفرنساوي ايضا على اليمين، شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه على اليمين، سينما ريكس على اليمين، شرف على اليمين. ربنا جعلنا من اهل اليمين، صح ولا لا؟ صحيح. ولا انت ايه؟ ايوه صحيح. يمين؟ ها؟ ايوه كل يمين. ليك في الشمال؟ لا. جمعة مباركة عليكم جميعا. جمعة 29 مارس 19 رمضان. كل عام وانتم بخير. موجودين فين؟ موجودين على شواطئ
محطة الرمل المينا الشرقي. عشاق صوت البحر، لو لسه أول مرة تابعونا شرفونا بالاشتراك، شرف لينا يعني، ولا تبخلوا علينا باللايك من أسفل الفيديو. موجودين فين؟ موجودين على شمال الصورة شارع البحر أو شارع 26 يوليو، فندق سيبراميس، أتانيوس البحري، عمارة ميرامار أو بانسيون فؤاد، أختها الجراج، جنينة الخالدين، مسجد القائد ابراهيم، مسرح محمد عبد الوهاب، شارع شامبليون، ارض كوتا، سوتر، لازاريتا الشرقي. صباح الخير، يا رب جمعة مباركة على الجميع بإذن الله، كل عام وأنتم بخير. عماير محطة الرمل الأثرية، دي عمارة ميرامار اللي اتصور فيها معظم مشاهد او مشاهد كتير من فيلم ميرامار. فينيسيا الصغرى خلف العماير طبعا، سينما راديو وفريال وكلية الطب ومستشفى الميري والترماي، مبنى القنصلية الايطالي الاثري القديم، تمثال سعد زغلول، جنينة سعد زغلول او جنينة الملكة نازلي، وفندق سيسل امامنا، وفندق وينشور، وشارع الشهداء ونصار، والبورصة التجارية، القهوة، وشارع البوسطة، وشارع البورصة، والقنصلية الفرنسية، وميدان اسماعيل او ميدان الجندي المجهول المنشية. كده احنا امامنا المينا الشرقي في الطابية، طابية قايد باي، جامع الصيادين، السيالة، انفوشي، بحري، راس التسليم. محطة الرمل، شارع صفية زغلول، شارع سعد زغلول. صباحك